السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الكرام نشرت صحيفة التلغراف قبل أيام مقالا يزعم أن المجاهدين في مالي متواطئون مع مهربي المخدرات في شمال إفريقيا بهدف تمويل عملياتهم ثم تناقلت وسائل إعلام عربية هذا المقال على أنه خبر مؤكد دون إيراد أي دليل على صحة ما جاء فيه بدلا من تصديق المقال أو تكذيبه نود هنا أن نستعرض القصة الكاملة للإعلام العالمي مع منطقة أخرى من العالم هي أفغانستان لنرى إن كان الإعلام يحترم عقول الشعوب أم لا سنأخذ معلوماتنا من المنظمات الرسمية العالمية لنرى مدى الانسجام أو التناقض فيها الموقع الرسمي للأمم المتحدة قسم المخدرات والجريمة United Nations Office on Drugs and Crime نص في تقريره لعام 2001 عن زراعة المخدرات في أفغانستان على أن حركة الطالبان الأفغانية نجحت بشكل شبه كامل في القضاء على زراعة المخدرات في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها في أقل من عام ذلك أن الملا محمد عمر وعلماء الطالبان أصدروا قرارا بتحريم زراعة المخدرات ووجوب القضاء عليها عام 2000 علما بأنها كانت مصدر دخل رئيسيا لهذا البلد المصنف كواحد من أفقر 10 دول في العالم لذا تجد في الويكيبيديا وصفا لهذه الحملة بأنها كانت واحدة من أنجح حملات العالم في القضاء على المخدرات وفي الواقع كانت الأنجح على الإطلاق قسم مكافحة المخدرات ينشر خرائط سنوية لكثافة زراعة المخدرات فتظهر خارطة أفغانستان 2001 وقد خلت من زراعة المخدرات باستثناء المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف الشمالي المعادي للطالبان والذي كان يتمتع بدعم دول كثيرة تريد إضعاف هذه الحركة الإسلامية وهذا رسم بياني من قسم مكافحة المخدرات يبين الانخفاض الشديد في زراعة المخدرات عام 2001 حيث لم يتبقى إلا زراعتها في أراضي التحالف الشمالي طبعا إخواني ليس هذا أمرا سهلا أن يفرض نظام محارب من العالم على شعبه الفقير قرارا كهذا لكنه الإيمان الراسخ والتسليم لأمر الله لدى هؤلاء الأبطال فيما نحسبهم والله حسيبهم بعدما قضت الطالبان على زراعة المخدرات مباشرة وقعت أحداث سبتمبر وقام الأطلسي بغزو أفغانستان كنت يومها أدرس في الولايات المتحدة وأذكر أنه في الساعة الأولى للغزو خرج المتحدث الرسمي باسم البنتاغون على شاشات التلفاز ليتكلم عن عملياتهم ضد الطالبان فكان مما قال ومعلوم أن الطالبان تعتمد في تمويلها على المخدرات لذا فقد قمنا بقصف مخازن المخدرات هكذا تتعامل وسائل الإعلام يا إخواني مع العقول البشرية الطالبان الذين قضوا على زراعة المخدرات أصبحوا لدى الإعلام معتمدين على تجارة المخدرات والجرائد ذاتها التي أبدت تعجبها قبل أشهر من نجاح الطالبان في القضاء على المخدرات مثل نيويورك تايمز ساهمت بعد الحرب في نشر هذه الأكذوبة أن الطالبان تروج المخدرات حتى أن مواقع أجنبية مثل فورين بوليسي انتقدت تضليل نيويورك تايمز ونشرت مقالا بعنوان نيويورك تايمز تمارس التضليل بخصوص دور الطالبان في زراعة المخدرات لم تقف القصة عند هذا الحد فبمجرد سيطرة حلف الأطلسي وحلفائه من التحالف الشمالي على أفغانستان انتعشت تجارة المخدرات من جديد تحت مرأى بل ورعاية الأطلسي ففي عام 2003 نشرت البي بي سي تقريرا بعنوان أفغانستان تستعيد تاج المخدرات ونص مطلع التقرير على أن أفغانستان في العام الماضي يعني 2002 أي بعد انسحاب الطالبان أصبحت من جديد سيدة العالم في إنتاج المخدرات بعد أن أطاحت القوات التي تقودها الولايات المتحدة بنظام الطالبان الذي حظر زراعة المخدرات هكذا كان نص التقرير وهذه خارطة من قسم مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة توضح تغير زراعة المخدرات من عام 2002 إلى عام 2009 أي في السنوات السبعة التي تلت سيطرة التحالف الشمالي والناتو على أفغانستان اللون الرمادي يمثل المناطق التي انتعشت فيها زراعة المخدرات بشكل كبير وهذا الرسم البياني من الويكيبيديا يبين كيف أنه وبعد القضاء على زراعة المخدرات عام 2001 زادت من جديد في ظل الرعاية الدولية فأصبحت أكثر مما كانت عليه قبل سيطرة الطالبان حتى أنه في عام 2007 أصبح 92% من المخدرات في العالم
تنتج من أفغانستان. العام الماضي نشرت النيويورك تايمز تقريرا بعنوان فشل جهود الولايات المتحدة في منع زراعة المخدرات في أفغانستان. بفتوى من علماء الطالبان تم القضاء على زراعة المخدرات بالكامل، بينما في ظل المجتمع الدولي زادت زراعتها عما كانت عليه حتى قبل الطالبان. لكن في الواقع إخواني المسألة ليست فشلا بقدر ما هي إرادة سياسية لانتعاش هذه الزراعة التي تستفيد منها الطغم الفاسدة المسيطرة في كثير من الدول، بالإضافة إلى أن تحطيم وتخدير شعوب ما يسمى بدول العالم الثالث هو مطلب في ذاته، كما يستنتج من الدراسة التي أمر الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون بإعدادها بعنوان Population and the American Future، والتي بقيت سرية إلى أن أخرجها إلى الضوء مجموعة من المحامين في نهايات القرن الماضي. الدراسة تعتبر زيادة الكثافة السكانية في العالم الإسلامي خطيرة، لأنها تجعل هذه الشعوب تنافس أمريكا على الموارد الموجودة في دول ما يسمى بالعالم الثالث، ولأن هذه الكثافة تردف المجموعات الإرهابية حسب تعبيرهم بالزخم البشري. لذا فإن إلهاء وتخدير ومنع نسل هذه الشعوب هو مطلب في ذاته لدى الساسة الغربيين. بعد هذا كله لا نستغرب إخواني عندما نرى أنه قبيل الحملة على مالي تناقلت وسائل الإعلام خبر تحريم جماعة أنصار الدين لتهريب المخدرات والسجائر في مناطق سيطرتها، ثم بعد أسابيع قليلة تتهمها أنها هي وجماعات جهادية يتواطؤون على تهريب المخدرات. الكاتب الأمريكي نوم تشومسكي له مقال بعنوان الوسائل العشرة التي يستخدمها الإعلام في السيطرة على الشعوب، ذكر من هذه الوسائل خاطب الجمهور كطفل صغير، وأيضا أبقي الجمهور في حالة الجهل والوضاعة. لذلك إخواني لا تستغربوا من هذا التضليل المكشوف المفضوح الذي يمارسه الإعلام، فكلما كانت الكذبة أكبر وأكثر رقاعة وصفاقة كلما صعب الرد عليها، لأنها تلجم لسان من يعرف الحق وتجعله في حالة من الذهول وتزاحم الأفكار والصعقة الشعورية من كذب الإعلام وسذاجة من يصدق الإعلام. مع بدء الحملة على مالي نشرت على صفحتي في الفيسبوك مقتطفات من مقابلة مع سند بوعمامة المتحدث الرسمي باسم أنصار الدين في مالي، ونشرت كلمة بعنوان مالي وشعلة الحرية، وهذه المقابلة والكلمة إنما هي بيان للحقائق مع توثيق وأدلة. فقامت إدارة الفيسبوك بإغلاق صفحتي التي كانت نشيطة لقرابة 8 أشهر بلا مشاكل، ثم أغلقوا صفحتي البديلة كذلك بدعوى أني انتهكت قوانين الفيسبوك. والمسألة ببساطة إخواني أن وسائل الإعلام والتواصل العالمية التي تمارس الكذب والتضليل تريد أن تكون الراوية الوحيدة للأحداث وتمنع الناس من معرفة الحقيقة، فمعرفة الحقيقة ستكشف قبحهم حتى أمام شعوبهم المضللة. لذلك إخواني لا يجوز شرعا ولا يصح مروءة ولا عقلا أن نصدق ما يقوله الإعلام ضد إخواننا في أي مكان. الإعلام الذي يملك اليهود كثيرا من مؤسساته، إن كان اليهود قد افتروا على أنبياء الله عليهم السلام ونسبوا في كتابهم المسمى بالمقدس زنا المحارم وشرب الخمر والتعري وخيانة الأتباع بالزنا بنسائهم، نسبوا ذلك كله إلى أنبيائهم أنبياء بني إسرائيل، فهل تتوقعون منهم الحيادية والصدق والشفافية والموضوعية مع من يكشف زيفهم ويفضح ابتزازهم واستعبادهم للشعوب؟ لذا فإن سمعنا من الإعلام شيئا عن أي مسلم فضلا عن المجاهدين فإن واجبنا هو ما أمرنا الله تعالى به إذ قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. والسلام عليكم ورحمة الله.